الشعب السوري هو وحده من أو هو وحده من يقرر مستقبل سوريا. هذه الجملة ليست للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدلى بها أمس في معرض حديثه عن الأزمة السورية بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين أتراك آخرين أكدوا فيها أن لدى أنقرة مقاربة جديدة لحل الأزمة السورية. هنا من يرى أن المقاربة هذه لم تصل بعد إلى مرحلة الفعل، وأن هدفها تلطيف الأجواء فقط مع موسكو وطهران، لكن هناك من يعتقد فعلا أن الأمر محسوم تماما، وأن تركيا ماضية في سياسة جديدة لا تعني فقط سوريا، وإنما تمتد إلى المشهد الإقليمي بأسره. سنناقش تداعيات هذه التصريحات على الملف السوري مع ضيفي. معي من بيروت الباحث السياسي فيصل عبد الساتر، وسينضم إلينا لاحقا عضو الائتلاف الوطني السوري ميشيل كيلو. أبدأ معك سيد فيصل عبد الساتر، كيف تقرأ برأيك دمشق والأوساط الحليفة لها هذه التصريحات التركية؟ هل ترى بأن هناك تغير حقيقي ملموس في الموقف التركي، أم أنها تشكك في ما تسمعه ولا تعتبر ذلك إلا مناورة؟ ما رأيك؟ أولا مساء الخير، شكرا لهذه الاستضافة بطبيعة الحال. وطبعا يعني ربما يعني التصريحات التركية والأفعال التركية تناقض بعضها بعضا. ما صرح به الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء قبل ذلك في أسابيع قليلة مضت، ثم بعد ذلك في تصريحات متتالية، الواضح أن الأتراك ليس لهم أي مصداقية على الإطلاق، حتى في اعتذارهم لروسيا ولقاء بوتين مع أردوغان بعد ذلك، ومن ثم اللقاءات الإيرانية التركية. الواضح أن تركيا حتى الآن يعني لم تثبت مصداقية ما في هذا الإطار، علما أن كل الأجواء التي كانت توحي أن تركيا قابلة على أن تغير من سياستها باتجاه دول الجوار، وتحديدا بالنسبة لسوريا، وعدم التدخل بما يجري في سوريا وإغلاق الحدود كما طالبتها بذلك روسيا وطالبتها بذلك إيران وطالبها بذلك العديد من الدول، فضلا عن المطالبات السورية الدائمة، لأن كل الأزمة السورية تتصاعد وتتفاعل بشكل كبير بسبب فتح الحدود التركية أمام كل الجماعات المسلحة الإرهابية على اختلاف أنواعها، وهذا أمر يعني بات معلوما للقاسي والداني. كيف تقرأ دمشق الآن هذه التصرفات؟ الواضح أن دمشق أصدرت بيانا واضحا في هذا الإطار تدين ما قامت به تركيا، وهي حتى الآن لا تعطي أي مصداقية لكل التصريحات التركية على الإطلاق، وبالتالي الأتراك يفعلون الآن عمليا هم يستبدلون جماعات إرهابية بجماعات إرهابية أخرى، وبالتالي ربما كان لهم مقاصد متعددة. وبالمناسبة ما أشبه اليوم بالأمس، 24 آب 1516 دخلت القوات العثمانية إلى هذه المنطقة محتلة، وأيضا في 24 آب 2016 دخلت القوات التركية إلى مدينة جرابلس لتحول دون الشريط الكردي الذي كان يعني يتواصل باستمرار من الشرق إلى غرب الشمال السوري. يعني في تشكيك. طيب سيد ميشيل كيلو، برأيك كيف يمكن قراءة هذا؟ يعني هو تحول أم هو مناورة؟ ما الذي تريده تركيا برأيك؟ ما حدود علاقتها مع سوريا المستقبل؟ هل هي ترضي حليفها أو صديقها لنقل الروسي؟ أم أن هناك فعلا، عندما يتحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد يعني يقول هناك علاقات اقتصادية قريبة مع سوريا الدولة، فأنه يجب أن يعني ننتبه أن هناك في تغيير حقيقي، ما رأيك؟ يعني أول شيء هذا موضوع المصداقية، يعني أظن أنه كل الأدلة والوقائع تقول أنه ليس صحيحا أن تركيا ليس لديها مصداقية حتى تجاه روسيا. يعني في إعلان رسمي للدولتين عن استعادة علاقاتهم الطبيعية على المستوى السياحي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المشاريع، بما في ذلك مشاريع استراتيجية كبرى مع تزمينات تحقيبات زمنية. وما بعرف شو معنى أنه يجي بوتين يحضر مباراة كرة قدم بعد يومين باسطنبول هو وأردوغان إذا كان ليس هناك مصداقية تجاه العلاقات مع روسيا. أما بايدن فقد جاء البارحة وطلع بالتلفزيون الزلمة، بس معنى كلام يعني إشاعات، يقول بصريح العبارة ليس لديكم صديقا أكثر إخلاصا ووفاء لكم من الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما زار الإيرانيون مرتين خلال 10 أيام، والأتراك مرتين خلال 10 أيام تبادل الزيارات، ويقال أن أردوغان سيزور قريبا إيران للقاء بالرئيس روحاني. ورئيس حلف الأطلسي أو أحد المسؤولين بحلف الأطلسي أعلن بصريح العبارة أن حلف الأطلسي سيقف مع تركيا في أي عمل عسكري تقوم به أي دولة معادية لها، وأن في تركيا أساسية في الأطلسي وإلى آخره. أنا شايف أنه الموضوع أن تركيا كانت فعلا بحالة صعبة جدا، كان لديها مشكلة مع روسيا، كان لديها مشكلة مع إسرائيل، كان لديها مشكلة مع العالم العربي ومصر وإلى آخره، وكان لديها مشكلة مع إيران، خلافات كبرى، علاقات تجارية مميزة وعلاقات سياسية لا بأس فيها، ولكن مشكلة عسكرية، مشكلة سياسية كبرى حول سوريا وحول كل المشروع الإيراني اللي اسمه محور يعني مزار الشريف ضاحية الجنوبية، بناء هذه الخرافة التي تسمى طيب المحور. لا لا، إذا خليني أحكي أتكرر بس كلمتين. تفضل. الحقيقة أن تركيا تبدل موقفها بعد أن انهار الانقلاب، وبعد أن تصالحت مع روسيا، وبعد أن تصالحت مع إسرائيل، تصالحت مع أمريكا، مع حلف الأطلسي، وهي تحاول الآن أن تخرج آثار الأزمة السورية من داخلها، لأنها دخلت إليها بقوة، سواء عبر مشروع الفيداء أو عبر داعش أو عبر لعب النظام السوري وغير النظام السوري بمسائل كثيرة داخلية في إيران، في تركيا. وتركيا اليوم تخرج هذه المشكلات من داخلها بخلفية دولية قوية، بدعم دولي حقيقي، بمعنى أنه الأمريكان يشاركوا امبارح بطيرانهم المباشر بقصف داعش نعم بجرابلس، إذا كان الجيش التركي هو الذي تلقى دعمهم. فأنا بعتقد أنه لا، لازم نشوف الأمور بشكل مختلف. تركيا عدلت أوضاعها، خرجت من مأزق كانت تعيش فيه بشكل حقيقي مهدد وخطير خارجي وداخلي، تحاول أن ترتب وضع الآن وأن تخرج مفاعيل الأزمة السورية من داخلها، وأن تمسك بورقة داخل سوريا كي تلعب دورا مهما فيما له علاقة بفرض طيب حل سياسي يحفظ أمنها وحقوقها وإلى آخره في طيب سوريا. سنحاول أن يعني نستشف مدى وحدود هذا التعديل في السياسة. سيد فيصل عبد الساتر، ما المطلوب من تركيا؟ يعني تركيا عندما تتحدث أنه ممكن يكون في حكومة وحدة وطنية، يعني ربما يعني هي لا تريد أن تصالح الرئيس بشار الأسد، هي ما زال عندها مشكلة معه، لكن هي تريد أن تسهم إيجابيا في حل الأزمة السورية. يعترفون سياستنا كانت خطأ، كان يجب أن نركز على إنهاء الصراع، وليس يعني نائب رئيس الوزراء اليوم مرة ثانية عادها كرتلمش قال نحن وغيرنا كلنا أخطأنا في التعامل مع الأزمة السورية. أليس هذا التغير يعني ما المطلوب من تركيا؟ يعني يجب أن يكون هناك تبادل سفراء مع دمشق، أليس هذا التغير مهم الذي يحدث؟ أولا يعني إذا كان الموضوع هو بتبادل السفراء، الأمر يعني سوريا أكثر مما يعني تركيا. يعني أعتقد أن الشعب السوري لديه مشكلة كبيرة مع تركيا ومع ما قامت به تركيا على مدار أكثر من 5 سنوات. يعني كل هذا الذي يحدث في سوريا تتحمل تركيا الجزء الأكبر منه بسبب دخول الجماعات الإرهابية من حدودها، ثم تدخل تركيا المباشر في أكثر من محفل إقليمي ودولي بهذا الإطار. أتحدث هنا عن المصداقية، قلت أن ليس لتركيا مصداقية فيما خص الأزمة السورية، هذا لا يعني أن تركيا لديها مصداقيات في ما خص الدول الأخرى أو العلاقات مع الدول الأخرى. طيب. يعني رأينا كيف كانت المسرحية مع العدو الإسرائيلي، ورأينا كيف كانت المصالحة مع العدو الإسرائيلي، رأينا كيف كانت المواجهة مع روسيا في إسقاط الطائرة، ورأينا كيف انتهت هذه القضية باعتذار أردوغان. إذن يعني المهم يعني ليس هناك في الدول أن يكون هناك ركب رأس، يعني هناك دائما علاقات تمر في مد وجزر إلى آخره، لكن فيما يعني القضية السورية نحن نتحدث عن أكثر من 500,000 شهيد أو قتيل أو ضحية، يعني على اختلاف التسميات ما بين يعني من هو مع الدولة السورية يعني ومن هو مع المعارضة السورية. أردوغان قال أنه أرسل رئيس مخابراته إلى طهران، وهذه فسرت على أنه التقى هناك بوفد أمني سوري، يعني وطهران تحاول تجسير هذا الموقف. يعني نستشف أنه في إشارات أيضا من دمشق. أنا لم أقل أن سوريا ممكن أن تذهب بمواجهة مع تركيا، في طبيعة الحال في نهاية المطاف كل الحروب ستؤدي إلى تسويات.
حتى لو كان هناك مضاضة في هذا الأمر، في نهاية الأمر الدولة السورية يهمها أن ينتهي مسلسل سفك الدماء، وأن لا يتحقق المشروع التقسيمي الذي يهدد وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري، بغض النظر عن النتائج الباهظة التي تحملها الشعب السوري والدولة السورية من دمار. لكن لا يمكن لأحد في سوريا الآن أن يتنازل عن الشروط الأساسية وعن المبادئ الأساسية التي تقول سوريا وهي محقة بذلك أن ما يحدث على أراضيها هو مواجهة مفتوحة مع الإرهاب التكفيري ومع الإرهاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول بعينها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. إذا نحن الآن وصلنا إلى شيء مختلف تماما. أما بالحديث عن موضوع تركيا وأن هناك إشارات وتغيرات إلى آخره، قيل أن هناك مندوبا أمنيا، وقيل أن هناك مندوبا أمنيا أرسله رئيس المخابرات التركية إلى دمشق. حتى الآن نحن نتعامل مع معلومات غير دقيقة، وبالتالي إذا كان الكلام يعني بمثل هذا الأمر، هذا يعني أن هناك تغيرا ربما يبنى عليه. لكن أيضا الوقائع الآن تدل على أن الأتراك أيضا يقومون بأعمال يعني إحلال الجيش الحر مثلا مكان داعش والاتفاق مع داعش. بالمناسبة لم تحصل معركة مع داعش في جرابلس، وأعتقد أن هذا له علاقة بالدعم التركي المتواصل لداعش. طيب سيد فيصل، وهي التي طلبت من داعش الخروج من جرابلس. أعود إلى مسألة أساسية قالها الأستاذ ميشيل كيلو. إذا كان محور المقاومة الضاحية هو محور خرافة، فلا أعتقد أن المحور الإمبريالي الآن الذي ينفذ مشاريعه في المنطقة ممكن أن يكون يعني مشروع. طيب الأستاذ ميشيل كيلو. طيب الذي تربينا عليه منذ أكثر من 40 عاما. طيب سيد، عشان وقتنا قليل نركز في موضوعنا لو سمحت. الآن سيد ميشيل كيلو، حدود هذه المبادرة ومدى التعديل برأيك إلى أين يمكن أن يذهب؟ هل يمكن فعلا أن يذهب خطوة خطوة إلى المصالحة مع دمشق، أم أن تركيا تراهن على أنه تعديل هذا الوضع، القبول بحلول مرحلية جزئية قد يقوي موقفها في موضوع الملف السوري، وبالتالي تستمر ولكن تمسك العصا من الوسط ربما؟ عزيزي، أول شيء يعني عم بقول الأستاذ فيصل مشكورا أنه ليس هناك سوري واحد يعني عم يحكي حاله حق أنه يحكي باسم السوريين. خليه يعتبرني أنا هالسوري الواحد الذي لا يوافق على أنه بشار الأسد يدافع عن الشعب السوري بلا أسرين. يعني ما بعرف أنا شو الحقيقة كيف عم نحكي، يعني ما بعرف يعني عن جد كيف تبنى الكلمات وكيف تبنى الأفكار وإلى آخره. على كل حال سمع الله الأستاذ فيصل. سيدي العزيز، تركيا كما قلت قبل قليل كانت تعتقد أنها ستدفع بعد سوريا الثمن الكبير لهذا الصراع ولهذا العراك المفتوح ولهذه الفوضى المفتوحة الموجودة اليوم في المنطقة. حاولت وتعمل اليوم كي تخرج هذه المسألة من داخلها بعقلنة المسألة الكردية وليس يعني بإيصال الكرد في سوريا إلى ما تعرضه المعارضة عليهم كل الوقت، وهو أن يكونوا جزءاً من النظام الديمقراطي الوطني الذي يعطيهم حقوقهم الفردية وحقوقهم القومية. ثم تحاول أن تبعد داعش، لأن داعش كانت تقوم بعمليات تفجير وبعمليات قتل مفتوحة داخل تركيا. بعتقد هذه مسألة يعني لا يمكن أنه حدا يشكك فيها أنه والله داعش ما قتل تركيا لأنه داعش عميل تركيا. طيب. تركيا إذا تحاول أن تمسك بهذه الأوراق القوية. بعد ذلك تقول تركيا بصريح العبارة، وأنا اليوم عم بحكي كشخص مستقل يتابع موقف ولست كرجل منحازا إلى لا تركيا ولا غير تركيا. هذا الموقف الذي قالته تركيا يقول لن يكون هناك حل سياسي بدون تركيا. إذا تركيا ستمسك بأوراق قوية في سوريا، منها ورقة التعاون الكبيرة مع الجيش الحر التي أبرزتها في جرابلس. لم يشارك في معركة جرابلس أي طرف لا تسميه الولايات المتحدة الأمريكية معتدلا أو قوة معتدلة، وهذا أنا بعتقد لعب دورا في تشجيع الأمريكيين على أن يقولوا للكرد قفوا عندكم، خاصة وأن الأمريكيين أبلغوا رسميا جهات كثيرة نحن نؤيد مقاتلة الكرد لداعش ولا نؤيد مشروعهم السياسي. عندما دخلوا إلى غرب الفرات أصبحت المسألة إلزامية بالنسبة. طب برأيك ممكن تركيا تذهب مثلا إلى وقف طيب لكن ممكن برأيك باختصار أن تذهب تركيا إلى وقف دعمها للفصائل الأخرى في إدلب، أحرار الشام غيرها وكذا، بمدى هذا التغيير؟
بتقديري انا عزيزي، انا عم بحكي بتقدير، نعم. لن توقف تركيا دعمها لاي طرف يعزز موقفها في سوريا، هيك تقديري. طيب. وانا بعتقد انه تركيا اصبح من الصعب الان على اي جهه ان تخرج من الوضع السوري باعتبارها جهه فاعله. طيب. اما ان تركيا ستذهب كي تعترف ببشار الاسد وكي تقيم علاقه مع بشار الاسد، بشار الاسد بالحقيقه ليس مشكله، ليس هو جوهر المشكله الاقليميه بالنسبه لتركيا، بالنسبه لتركيا وضع الخاص، دورها الخاص، التغيرات في المنطقه هي المشكله الاساسيه، وبشار الاسد تفصيل صغير في هذه القضيه، وانت بتعرف وانا بعرف انه هناك وضع دولي طويل عريض يقول سيبقى الرجل 6 شهور، سيبقى 8 شهور، سيبقى سنه، وان الرجل يعتبر جزء فعليا. طيب سيد ميشيل، لحظه راهنه لانها جزء من الماضي، لن يكون لها مكان. طيب. في المستقبل. طيب تركيا ما بانيه سياساتها انه بشار الاسد يعني هو اللي شايل، هو يعني الاول والاخير، هذا اللي حابب يحكي هيك وين ما بده هو حر، بس هذا بالحقيقه مساله صغيره جدا صارت بالسياسات الدوليه، نحن امام صراع استثنائي باهميته وبضخامته وبضحاياه، وهذا الصراع الاستثنائي ليس طيب. فعليا الموضوع الرئيسي هذا الرجل المجرم الذي طيب. يقتل شعبه على يعني على الطالع والنازل. طيب سيد فيصل، بقي معي دقيقه حتى يعني تتغير القناعه لدى دمشق بانه في تغيير حقيقي في لدى سوريا، برايك في دقيقة لو سمحت لأنه انتهى وقتي، ما الذي تتوقعه دمشق؟ ما الذي يجب أن يقوم به الرئيس رجب طيب أردوغان إن كان هناك فعلا نية للذهاب إلى دمشق مباشرة وليس كمناورة أو كمحاولة لتغيير أوراق القوة بيدها كما يقول دكتور ميشيل؟ أقل من دقيقة. يعني لا تشارك في ظلمي بإعطاء دقيقة واحدة. أعتقد أن الأستاذ ميشيل ربما تفضل بالكثير بالقضايا ومن الواجب الرد عليها. أولا لم أقل أنني من الشعب السوري وأفتخر أنني أكون سوري، لكن هذا لا يعني أن السوري فقط يحق له أن يتكلم عن قضية تهز العالم. أستاذ فيصل بقي معنا دقيقة، بلشنا معك لأنه سوري. ثانيا يعني أعتقد أن الرئيس الأسد ليس تفصيلا، لو كان تفصيلا لما كانت هذه الحرب الضروس 5 سنوات وكل يطالب بإسقاط الرئيس الأسد، من السعودية إلى تركيا إلى الولايات طيب المتحدة الأمريكية إلى قطر إلى كل هذه الدول. إذن الرئيس الأسد ليس تفصيلا، الرئيس الأسد هو الذي سيكون طيب. صاحب الحل، وبدون الرئيس الأسد ليس شكرا. هناك حل. على أردوغان أن ينتبه جيدا أن شكرا. هذه التسوية المزعومة التي تأتي من تصريحاته لا يمكن أن تكون إلا برضا شكرا الشعب السوري جزيلا. وبرضا الرئيس السوري والدولة السورية. أستاذ فيصل اسمح لي، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل عبد الساتر الباحث السياسي من بيروت، والشكر الجزيل لضيفنا من باريس عضو الائتلاف الوطني السوري ميشيل كيلو.